عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم باقي فقراتنا. ونورنا دلوقتي ضيفنا النهاردة الأستاذ شهاب هيكل، المحلل الرياضي لشبكة قنوات أون تايم سبورتس. بنرحب بحضرتك يا أستاذ شهاب، منورنا. ويعني زي ما أنت شفت امبارح، الحقيقة إن إحنا كنا سعداء، والنهاردة بقى بنكمل السعادة وبنكمل مع بعض كل التفاصيل اللي حدثت في مباراة الأمس السوبر المصري. عايز أعرف منك بقى تعليقك إيه على المباراة. في البداية برحب بيك يا فرح، برحب بكل السادة المشاهدين. طبعا امبارح شفنا عرس كبير جدا في كاس سوبر المصري ما بين الاهلي وما بين بيراميدز، مباراه كبيره، شفنا مباراه جماهيريه بشكل كبير جدا، وتنظيم ولا اروع كان موجود في الامارات، وتغطيه كبيره قدمتها اون تايم سبورت امبارح على قناه اون تايم 1 و2. كان حدث كبير جدا، النادي الاهلي قدر انه يحقق اللقب رقم 13 في تاريخه. شفنا مباراه فنيه، وكانت جرعه فنيه كبيره جدا من الاثنين مدربين. لا كانت مباراة كبيرة على عكس ما كان كل كان متخيل بعد استبعاد نادي الزمالك واعتذاره عن المباراة، ان المباراة هتبقى الشغف والحضور الجماهيري هيكون قليل. لا شفنا حضور جماهيري كبير جدا من النادي الاهلي، وكان مفاجأة كبيرة جدا بصراحة، حضور جماهيري كبير، وحتى الجرعة الفنية اللي احنا شفناها من الاثنين مدربين والفرقتين كانت ممتازة، وكان الفرقتين كانوا ند لبعض طول 90 دقيقة، بدليل ان المباراة راحت للأشواط الإضافية. صحيح. لو كلمتك على شكل الملعب، كيفية إدارة كلا يعني الفريقين للمباراة، سواء كان المدير الفني طبعا باشيكو او كولر، هل كنت متوقع تشوف ده ولا لا؟ كان عندك بلان تاني شايف فيه انه ممكن كولر ما يديرش المباراة بالشكل ده، ممكن باشيكو لا يكون متحفظ شوية ما يبادرش بالهجوم، كولر العكس، ولا لا كانت الامور ماشيه زي ما متوقع؟ يمكن الاثنين مدربين اداروا المباراه بذكاء كبير جدا، يعني خاصه باتشيكو ان هو راجع من خساره في جنوب افريقيا، وراجل طالع من بطوله الكونفدراليه، فالراجل عنده احباط كبير جدا، هو وفرقته، وقبلها خسران كاس مصر قدام نادي الزمالك، كاس مذكره الموسم الماضي، ويمكن في تذبذب بعض الشيء في نتائج الفريق، فكل كان متوقع ان الفرقه يكون فيها سنه احباط شويه، مش هيكون في يعني الشغف اللي احنا شفنا بيه الفرقه امبارح على الاقل في الناحيه الهجوميه. الراجل دخل بتشكيل هجومي بحت امبارح على عكس المتوقع، كله قال هيبقى في تامين دفاعي من المدرب نفسه من باتشيكو للمباراه، خاصه بيلعب النادي الاهلي ولسه طبعا كان مهزوم منه في نهائي الكاس، لكن على عكس المتوقع دخل بتشكيل هجومي كبير جدا بالاعتماد على الرباعي رمضان صبحي وابراهيم عادل وفخري لقاي في الهجوم ومصطفى فتحي، يمكن فاجئ النادي الاهلي تقريبا في الشوط الاول وسيطر على المباراه بشكل كبير جدا. الناحيه الثانيه كولر كان بيلعب بنفس الشكل والرسم التكتيكي اللي بيعتمد عليه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، 4-3-3، دايما بيعتمد على الثلاثي الامامي سواء محمد شريف او بيرسي تاو او عبد القادر، ومن خلفهم الثلاثي مروان عطيه وحمدي فتحي وكندوسي. على اختلاف الاسماء سواء ما بيبقى موجود يانج او موجود كندوسي او عمرو السوليه، هو التفكير والشغل الهجومي كل واحد، دايما الاعتماد على الخماسي الهجومي بوجود الثلاثي الهجومي بيرسي تاو ومحمد شريف وعبد القادر، دايما هتلاقي بيرسي تاو بيفتح عرض الملعب هو عبد القادر، وزياده الهجوميه هتلاقيها دايما بتبقى موجوده من الاثنين رقم 8 سواء حمدي فتحي او كندوسي اللي شفناه امبارح، والنادي الاهلي بيقدر يشكل بخطوره كبيره جدا على كل الفرق اللي بيلعبها. الحقيقه تعليقا على كلامك، وان حمدي فتحي زي النادي الاهلي بقى بيعتمد عليه مركز 8 يكون في فعاليه هجوميه زي ما بتقول، وان هو يشتغل على ده، ولكن برضو ده كان مخلينا نستبعد وجود قفشه تماما في ارض الملعب. امبارح شفنا قفشه بيشارك، وشفنا برضو مستر كولر رغم كده ورغم انه قفشه بيلعب كلاعب 10 صريح وهو ده اسلوب اللعب بتاعه، فبرضو كولر قدر ان هو يستفيد من قفشه امبارح ويغير طريقه اللعب في التوقيت المناسب برضو اللي قفشه شارك فيه. يعني النادي الاهلي امبارح ما ظهرش بنفس الصوره اللي ظهر بيها في الماتشين الاخر سواء امام الرجاء او في الدوري المصري، فالراجل حب ان هو يغير الاستراتيجيه نفسها الفنيه داخل الملعب، وبدا انه يغير الطريقه ل 4-2-3-1، رجع لنفس الاسلوب اللي كان بيلعب بيه في بدايه الموسم، انه يبدا ينزل قفشه يتحكم في رتم المباراه، وقدر انه ينجح في ده لان كان طبعا بيراميدز سيطر بشكل كبير جدا. صحيح. على مجريات المباراه خاصه في الشوط الاول مع بدايه الشوط الثاني، فهو حب كمان ان هو يبقى عنده افضليه هجوميه في الثلث الامامي، وقدر انه يستعين بقفشه اللي لعب تقريبا نفس الدور برده اللي كان بيقوم بيه كندوسي في الملعب، وبدا يزيد في الناحيه الهجوميه جنب كهربا بعد ما نزل. لكن النادي الاهلي طبعا الاستراتيجيه الهجوميه كلها بتبقى واحده، الاعتماد دايما بيبقى على الاطراف والاستغلال ثنائي الوسط الملعب سواء حمدي فتحي او كندوسي او السوليه ايا كان من فيهم اللي بيشارك في منطقه العمق الهجومي، وده يمكن اللي ادى افضليه النادي الاهلي امبارح في المباراه. طيب لو رحت بقى للامور الفنيه الخاصه ببيراميدز،
صحيح انه ده ادى افضليه للنادي الاهلي بعد النزول طبعا كهربا، واللي عارف ان هو يفك الطلاسم كده زي ما بنقول، وبذكاء شديد جدا منه ان هو يحصل على ركله الجزاء اللي كانت سبب في فوز النادي الاهلي بهدف وحيد احرزه علي معلول. اروح معاك بقى لفريق بيراميدز وبرده التسديدات الخطر اللي كانت من قبل فريق بيراميدز اللي كان عنده فعاليه هجوميه ايضا في المباراه، والحقيقه انه كان الافضل في الشوط الاول، ولكن النادي الاهلي قدر يغير شكله ويرجع في الشوط الثاني ويستغل المباراه بالشكل اللي هو عايزه. اروح معاك لاكثر من جانب فني في المباراه وابتدي معاك بتسديده احمد توفيق في المباراه. احنا لو بنبص لمباراه امبارح هنلاقي ان باتشيكو عنده قراءه كبيره جدا للمباراه، يعني باين اول راجل محضر المباراه بشكل كبير جدا، عارف نقاط الضعف الموجوده في النادي الاهلي. يمكن من بدايه المباراه في اول ربع ساعه تقريبا بنشوف اكتر من لاعب بيسدد على مرمى النادي الاهلي، يمكن دي كانت تسديده لاحمد توفيق، فكان واضح ان كانت في تعليمات كبيره جدا منه امبارح لكل اللعيبه، كل لعيب بيجي له فرصه ان هو يشوط على مرمى الشناوي كان بيعمل كده. يعني دلوقتي هنشوف التسديده اللي سددها فخري لقاي كانت اخطر الفرص اللي كانت موجوده في الشوط الاول، بعديها برده هنلاقي تسديده من مصطفى فتحي بتعلو العارضه، فواضح ان كان في تعليمات كبيره جدا من باتشيكو ولكل لعيبه بيراميدز اللي موجودين في الثلث الامامي ان هم يبداوا يصوبوا بشكل كبير جدا على مرمى الشناوي، ان واضح اللي هو لما تجيلك الفرصه شوط على طول. النادي الاهلي واضح ان عنده مشكله كبيره جدا في موضوع التصويب من بره المنطقه، ودي يمكن ظهرت مع النادي الاهلي في الماتشات الافريقيه، دايما هتلاقي التفكير دايما الاول للعيبه بيراميدز كلها التصويب، شايفين كره مصطفى فتحي، فدايما ده كان تفكير الراجل في الشوط الاول انه يستغل الرباعي الهجومي في عمليه الضغط من قدام، وان هو يبدا ان هو يصوب على المرمى الاهلي بكثافه. ايضا الكرات العرضيه بيستغلوها لعيبه بيراميدز بشكل كبير جدا، خاصه في الضربات الثابته، واحده من اخطر الفرص اللي شفناها امبارح بتاعت وليد الكارتي، تألق محمد الشناوي امبارح حرم بيراميدز من تسجيل اكتر من هدف في المباراه، كان يعتبر هو نجم المباراه الاوحد امبارح، رغم ان علي معلول سجل هدف وكان في افضليه هجوميه للنادي الاهلي، لكن يبقى الشناوي احد اهم العناصر اللي موجوده. يمكن احنا دلوقتي بنشوف اهم الحالات اللي كانت موجوده امبارح من فريق بيراميدز، دايما هنلاقي الخطوره كلها من ناحيه الشيبي، لعيب من اخطر اللعيبه اللي كانت موجوده امبارح، على عكس اللي كان الناس كانت متوقعاه امبارح، الراجل اداله حريه كبيره جدا بشكل كبير لانه اعتمد على احمد توفيق انه يثبت في ناحيه اليمين ويامن ظهره، وبدا يشتغل بالشيبي في المساحات اللي في ظهر علي معلول، وقدر يشكل بقى خطوره بشكل كبير جدا على مرمى النادي الاهلي. طيب لو رحت معاك ايضا زي ما كنت بتقول وليد الكارتي، يعني وليد الكارتي ايضا شفنا الركله الركنيه اللي هي الراسيه اللي بتتحدث عنها، هو لاعب خطر، يعني لاعب من اللعيبه المميزين جدا اللي فعلا وجودهم مع فريق بيراميدز هو اضافه شديده جدا، ولكن حتى هذه اللحظه و التعثر اللي بيمر بيه بيراميدز، يعني خروجه من الكونفدراليه الافريقيه ووجوده بثبات في مسابقه الدوري في المركز الثالث، ولكن حتى هذه اللحظه لم يحصل على بطوله، كانت فرصه ليه بالامس، والحقيقه انه فريق بيراميدز استغلها، يعني عشان برضه نكون حقانيين، فريق بيراميدز ومديره الفني استغلها، رغم غياب عنصر من العناصر الهامه جدا في الفريق وعبد الله السعيد واسامه جلال، عنصرين حقيقي فرقوا جدا مع فريق بيراميدز، وده بان في مباراه الذهاب والاياب طبعا امام جلانس الجنوب افريقي في الكونفدراليه الافريقيه. هل كنت شايف انه قدر باشيكو يتغلب على الغيابات دي امبارح ويحضر اوراقه بالمستطاع بالنسبه له امبارح في المباراه؟ بالنظر لارقام المباراه هتلاقي المباراه 50-50 ما بين الفرقتين، مش هتلاقي افضليه الفريق عن الفريق الاخر، حتى في الفرص، حتى في الاكس جي الفرص المحققه على المرمى من الفرقتين، هتلاقي ان دايما في تساوي ما بين الفرقتين، النادي الاهلي كان عنده حظ كبير جدا انه يقدر يسجل في مرمى بيراميدز من ضربه جزاء، على العكس تماما كان بيقابل بيراميدز سوء توفيق، فيمكن الراجل عمل اللي عليه واللعيبه عملت اللي عليها في الملعب، لكن في سوء توفيق بيقابل بيراميدز، بخلاف النادي الاهلي عنده دوافع كبيره جدا، عنده جماهيره بشكل كبير جدا، دي يمكن اكبر دافع، اللعيب لو نازل 50% بوجود الجماهير الريت بيعلى بتاع اللعيبه كلها، الطموحات بتزيد طبعا. يمكن واحده من مميزات النادي الاهلي على مدار التاريخ، وده اللي بيخليه دايما عنده افضليه في كل البطولات المحليه والافريقيه، لو جينا بصينا على كل البطولات النادي الاهلي رقم واحد سواء محليا او افريقيا، النادي الاهلي بطبيعته سواء اداره او جهاز فني او لاعبين او حتى الجمهور بيتعاملوا بفكره ذاكره السمك، ان هو بيدخل البطوله بيلعبها بيكسب بيخرج من الاستاد ناسي كل حاجه، بكأنه عنده بيرجع نفس الشغف تاني للبطوله اللي بعد كده، بيبدا انه يشتغل على البطوله اللي بعد كده بنفس الطموح، بنفس الطموح اكنه ما خدش اي حاجه. هي ذاكره السمك هي اللي مخلينا النادي الاهلي دايما هو اللي ماشي بنفس الشغف في كل مباراه في كل بطوله، الموضوع ما بينتهيش بالنسبه لهم،
ده اللي بيفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي عكس بيراميدز اللي عنده كواليتي لعيبه اعلى بكتير جدا من فرق كتير موجوده في الدوري المصري. يمكن في لعيبه موجوده في بيراميدز اعلى من لعيبه كتير موجوده في النادي الاهلي ونادي الزمالك، ورغم كده بتلاقي فكره البطوله غايبه عن فريق بحجم بيراميدز رغم ان في انفاق بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضيه، لكن هي تركيبه او تركيبه الانديه اللي انها تحصل على بطوله مش تركيبه لاعبين فقط او تركيبه ماليه خاصه بالاداره، هي منظومه كامله. عنصر اساسي فيها غايب عن بيراميدز وعنصر الجمهور اللي بيدي دافع كبير جدا للاعبين، وشفنا الافضليه اللي حصل على النادي الاهلي امبارح بوجود جماهيره. يمكن الضغط الجماهيري الكبير اللي حصل من جمهور النادي الاهلي على لعيبه بيراميدز اربك لعيبه كتيره جدا طبعاً. منهم رمضان صبحي الراجل امبارح استغله بشكل كبير جدا في منطقه وسط الملعب انه بدا يحرره. دايما احنا كنا متعودين على رمضان صبحي بيلعب في الجناح الشمال دايما بيخش وبيخترق من العمق، امبارح الراجل استغله كلعيب رقم 10 يبدا يشتغل بالشغل اللي كان بيعمله عبد الله سعيد كبلاي ميكر وبدا يحرر ابراهيم عادل ناحيه الشمال، ويمكن ده اللي ادى افضليه كبيره جدا لنادي بيراميدز في الشوط الاول. دايما الشغل كله كان في ظهر مروان عطيه اللي كان دايما كان دوسي طاير لقدام هو وحمدي فتحي، فالراجل استغل المساحات دي بشكل كبير جدا. لكن بيراميدز قابله سوء توفيق جدا قدام النادي الاهلي، تالق محمد الشناوي يمكن بعض التوفيق اللي غاب عن لعيبه بيراميدز كان يقدر يفوز بالمباراه. يقدر يفوز بالمباراه. هتكلم معاك لسه اكتر عن فرص طبعا دودو الجباس والشيبي وكل لعيبه طبعا النادي الاهلي اللي جات لهم فرص امبارح يمكن يكون ما قدروش يستغلوها، ولكن هنتكلم معاك في الجانب الفني والتحليلي اكتر يا استاذ شهاب، ولكن فاصل قصير مشاهدينا ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في صباح اون تايم انتظر. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، ولسه مستكمل معاكم فقرتنا اللي نورنا فيها ضيفنا شهاب هيكل المحلل الرياضي. عودة لحضرتك يا استاذ شهاب مرة تانية. الحقيقة أنا عايز أتكلم على الشيبي، لاعب من اللعيبة اللي عملت قلبان امبارح في أرض الملعب زي ما أنت كنت بتقول، وجات له أكتر من فرصة. بيراميدز إزاي قدر يستغل وجود الشيبي امبارح في المباراة؟ الشكل اللي ظهر بيه الشيبي امبارح يبين لك قد ايه ان باتشيكو كان محضر ومذاكر النادي الاهلي بشكل كبير جدا. الراجل بدا ان هو يحرر الشيبي هجوميا، يمكن كابتن متحي حتى في تعليقه بيقول لك ده يا جماعه ده مش باك يمين، ده مهاجم. هي الفكره كلها جايه من وجود احمد توفيق في الملعب. الناس استغربت من ان احمد توفيق موجود في منطقه وسط الملعب، يمكن شايفين الخريطه الحراريه اللي الشيبي هنلاقيه دايما موجود في الجانب اليمين كله قاطع الملعب بطوله. الخريطه الحراريه الخاصه باللاعب بالتحركات بتاعته امبارح هنلاقيه موجود في التلت من اول منطقه الجزاء الخاصه ببيراميدز للنادي الاهلي. اوقات كتير جدا كنا بنشوفه داخل منطقه الجزاء بتاعه النادي الاهلي، يمكن لو جت الخريطه اللي بعد كده اللي موجوده فيها المناطق اللي ظهر فيها داخل الملعب هنشوف كم التحركات اللي اتحرك فيها امبارح. هتلاقي اكتر من 3 مرات أو 4 مرات موجود داخل منطقه الجزاء. بيعرف يخترق بشكل كويس جدا، لعيب عنده السرعه عنده المهاره بيقدر يعدي واحد على واحد، عنده رؤيه كبيره جدا في الخط الامامي، ساعد بيراميدز في الشكل الهجومي بشكل كبير جدا امبارح، يمكن يعتبر واحد من اهم العناصر. لكن اللقطه اللي بروزت المشكله اللي عملها ساعه رميه التماس بعد لعيبه الاهلي ده طلعت كره في لحظه اللي وقع فيها متولي، لكن بخلاف ده اللعيب بيقدم كره هجوميه بشكل كبير جدا، واعتمد عليه باتشيكو انه يبدا انه يخلق مساحه في ظهر علي معلول. ولولا التالق اللي قدمه احمد عبد القادر في النواحي الدفاعيه على عكس المعتاد، يمكن عبد القادر ما كانش احسن حاجه امبارح على الشكل الهجومي، لكن ظهر في اكتر من موقف دفاعي بشكل كبير جدا. طب انفراد حسين الشحات، انفراد حسين الشحات ايضا كانت من الحاجات اللي قدر انه يكون كويس في المباراه، ولكن من الانفرادات ما تمش استغلالها بالظبط. ولكن لما اتكلم على الدور الدفاعي اللي بيقوم بيه عبد القادر في ظهر علي معلول، يمكن كان لولا الدور اللي قام بيه عبد القادر امبارح كنا شفنا الشيبي ظهر بلقطات اكتر من كده، شفنا اكتر من بلوك قام بيه عبد القادر على الشيبي، حرم بيراميدز من اكتر من فرصه خطره. يمكن لو احنا بنتفرج على الفرص اللي ظهرت للنادي الاهلي، بص النادي الاهلي واعتماده على الشغل الهجومي دايما شريف بيبدا يسقط ويشتغل واحد على واحد مع عبد القادر، والاعتماد على السرعات والمهارات الفرديه لعبد القادر. ويمكن اللقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها على ظهور كاندوسي داخل منطقه الجزاء، دايما كولر بيدور على اللعيب اللي بيعمل سكرين لخط الدفاع بتاع المنافس ويبدا يستغل اللعيب رقم 8 داخل منطقه الجزاء وانه يشكل بيه الخطوره، كان بيقوم بيها حمدي فتحي في الماتشات اللي فاتت وظهرت اكتر من مره امبارح لكاندوسي. لكاندوسي فعلا كان في فرصه في 53 من الفرص، كانت هدف محقق يعني بالظبط كده، وكان في انفراد لحسين الشحات ده اللي كنت بكلمك عليه يا استاذ شهاب في الدقيقه 100
و19 كان فيها كان في مطالبه بركله جزاء، ويمكن حسين الشحات النادي الاهلي بيقدر يخلق فرص دايما في المساحات اللي بالظبط موجوده في خط ظهر المنافس. بالظبط. طيب هنتقل معاك بقى من مباراه السوبر المصري سريعا جدا علشان التوقيت بتاعنا لسه، لو عايز تتكلم في حاجه يعني بنتكلم على سر التفوق النادي الاهلي هجوميا في الفتره الاخيره. يمكن خليني اقول لك حاجه يمكن الناس كتير قوي مش مركزه فيها الفتره اللي فاتت، هو الفعاليه الهجوميه اللي ظهر بيها بيرسي تاو في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. يمكن بيرسي تاو كان بيعاب عليه الفتره اللي انضم فيها النادي الاهلي سواء الموسم الماضي او بدايه كثرة الموسم الحالي، الاصابات كثره الاصابات. ناس كتير شبهته ان هو لعيب زجاجي ما بيقدرش يستحمل ضغط مباريات ماتشين ثلاثه، بتلاقيه وقع عنده شد عنده مزق. بعد كده الموضوع اختلف مع كولر، الراجل بيقدم له قياسات بدنيه تقريبا كل يومين او كل ثلاثه، في جرعات تدريبيه خاصه بيه هو لوحده، التغذيه مختلفه، عشان كده دايما هتلاقيه عنصر اساسي وثابت مع كولر في المباريات اللي فاتت. دايما هو اللعيب اخر لعيب بيفكر فيه كولر انه يخرجه من الملعب، ده راجع ان الراجل بدا يشتغل ويحل المشكله من الاساس عند بيرسي تاو على عكس المدربين اللي ما كانوا موجودين قبل كده في النادي الاهلي، ويعتبر ده نجاح لكولر. الناحيه الثانيه برضو كهربا، الاستعانه بكهربا في الفتره بعد رجوعه من الايقاف افاد النادي الاهلي بشكل كبير جدا، الراجل بيستغله بالتحرر الهجومي اللي موجود بيه عناصر النادي الاهلي بشكل كبير، يمكن دي اللي مد افضليه للنادي الاهلي في الفتره الاخيره في الناحيه الهجوميه. الاسلوب اللي ابتدى يستخدمه كولر وعارف ازاي يتعامل مع اللعيبه زي ما حضرتك بالزبط. بتقول، وان هو يكون عنده بدائل وقناعات في نفس التوقيت، يعني فكره ان هو اصر ان هو ما يتخلاش عن بيرسي تاو وانه يكون متمسك بيه بالزبط. رغم زي ما حضرتك بتقول انه كل الناس قالت له لا واصابات واحد وبقى اصبح يعني احد العناصر المهمه طبعًا. في النادي الاهلي امبارح بنشوفه بيخرج في الدقيقه 105 على عكس الاول بالظبط، كان دايما يبقى اول لاعب بيستبدل مباراه هو بيرسي تاو، امبارح الراجل بيعتمد عليه لحد اخر دقيقه، بيلعب وقت اضافي وبيلعب شوط كامل صحيح. فواضح ان الراجل لا شغال معاه بشكل كبير جدا من الناحيه البدنيه، واضح ان الراجل شغال عموما بشكل ما كبير بيسيبش جدا تفصيله ما بالظبط بيسيبش بالظبط تفصيله يا استاذ شاب، وده فعلا اللي استمتعنا فيه من قياده المباراه بالامس، سواء كان من مستر كولر او حتى من باشيكو امبارح اللي ادار مباراه جيده جدا امام النادي الاهلي. نورتنا، شكرا جزيلا لوجودك معانا، ودايما بنسعد بارائك الفنيه والتحليليه. ربنا يخليك يا فرح، انا كنت مبسوط ان انا معاك.